في إطار فعاليات الملتقى الدولي الثالث للفيلم الوثائقي بقلميم، جرى اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مركز الجنوب للفن السابع بقلميم وشركة ميديا فيجن المصرية لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال السينمائي. نهدف بطبيعة الحال من ورائها هو الترويج للقضية الوطنية، إيمانا من المركز بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني. كذلك سوف نستغل هذه المؤسسة بطبيعة الحال لأن مصر رائدة في هذا المجال، يعني لتكوين مجموعة من الأطر ديالنا في مركز الجنوب في السابع، يعني يمشيو لمصر ويتكونوا في داخل هذه المؤسسة. الهدف الحقيقة من توقيع الاتفاقية ما بين شركة ميديا فيجن ومقرها مصر وما بين مركز الفن السابع وكلميم إن احنا مد جسور التعاون وإن احنا يبقى عندنا لغة سينمائية تجمع ما بين الثقافة المغاربية والثقافة المصرية، عمل قاعدة سينمائية ما بين مبدعين مغاربة ومصريين لعمل إبداعات عربية تسري الحالة السينمائية العربية. كما وقع مركز الجنوب للفن السابع بقلميم اتفاقية شراكة أخرى مع مؤسسة بصمات بمدينة الرباط للتعاون الثنائي في المجالين التقني والبشري، فضلا عن بلورة أعمال مشتركة تروج للثقافة المحلية في المناطق التي تنشط فيها المؤسستين.